لو كان عم يكون سحبته ما بعرف مزبوطة ولا لا. لا مزبوطة مزبوطة، من هيك حسيتها مميزة، حبيت تشوف تانية مزبوط. مثل ما قلت انه بيشوفها بعالم تصميم الديكور، نحضر سوا زيارة لموسيقى ليك فاليون بعالم بسايت فيليج وعائلة فيك والأجواء يلي ربي فيها فيك، ويمكن الدراسة لهندسة الديكور ساعدوه كتير، كانوا فرصة ذهبية مثل ما بيقولوا. بس أنا لوحده ما بيكفي، يمكن كان طلع مصمم عادي مش مبدع ولا مصمم مشهور. هو الفرق بين المصمم العادي والمصمم المشهور خطوة واحدة يلي هي الخلق. بس تيقدر الواحد يخلق أكيد الثقافة كتير كتير أهم شيء، من خلال الكتب من خلال السفر، لأنه الثقافة بتخلينا نشوف أشياء ناس عادي ما بيشوفوها. حتى يمكن إذا شوفوها أو انتبهوها ما رح يقدروا يخلقوا منها شيء حلو ويحولوها لخلق. إذا شفتوا بالربورتاج التفاصيل يلي مبينة، مثل الأساطير، مثل إجرين البنات، مثل دوري مثل ما بعرف شو كمان، كل صحيح. التخت الاحمر بالديزاين خلقوا كان في من وراء رساله اما مسج. مثلا اجرين البنات الحلوين اللي لسه واقفين هون من اناقه البنت اللبنانيه وجمالها وعطول تلبس الكعب العالي، وبنفس الوقت ثقافه المراه اللبنانيه. ومثلا الاساطر او الدوليه بتفاجئنا انه فينا نحن نخلق من وراء اشياء بنشوفها ونرجع نصنعها تنخلق هيك اشكال حلوه، حتى لو بنشوفها بالمظاهر. انه واحد ما يلحق اتجاه معين، انه واحد هو يخلق الترند تبعه وما يتاثر بشو موجود، لانه يلي بيقلد ما رح يقلد. انه شو رايك انت من وراء الجانب اللي عم تشوفيهم بالموضه؟ مصدر عالم الموضه انه بنشوف كثير مصممين بيقلدوا بعضهم، هذا شيء شوي طبيعي يعني. بس انا بحس مثلا اذا مصمم انه عامل اسمه مشهور كثير ما لازم تقلد من بعضهم، مثل مثلا وقت عمل ساك كانوا بيشبهوا بعضهم. بس انه كان المصممين هلا صاعدين اكيد انه انت بتحسي انه ابدع هو لا حبه للشغله عم مثلا شو فيك تختصري لنا اياها بكلمه؟ اكيد اكيد يعني قال لي اياها هي الديترمينيشن، مش بس الحب يعني، عندك شغف، عندك الشغف. وانا قلت بلش الشغف تبعه من عمر 7 سنين. هيدا الشغف يمكن كان مات لو ما عنده هالديترمينيشن وهالقدره لحتى يخلق. ومن هون بدي اختم بالكوت اللي قال لي اياها هي للكاتب الامريكي، انا كمان بقول لكم كوت من سكسس ستوري: If you can imagine it, you can achieve it. If you can dream it, you can become it. يعني اذا فيك تتخيل فيك تحقق، اذا فيك تحلم رح فيك توصل. واذا حبيتوا فيك فاليون فيكم تفوتوا على الويب سايت fikfaliyan.com، وفيكم تلحقوه على فيسبوك اكيد. وخبرونا كمان شو حبيتوا شو ما حبيتوا، خبرونا خبرونا واترسلونا على فيسبوك. بتكون صايره لانه هي عاده بتعملنا الفاشن، وهي بس هي فاشن